مساء الخير، مساء الخير، يعطيكم عافية الله. إذا نبدأ محاضرتنا لليوم، نبدأ المحاضرة إنه طبعا اللي كانوا معنا بالمحاضرة الماضية يتذكروا إنه أنهينا الحديث عن النظريات الأساسية في الفكر الجزائي. نحن مقررنا في 3 محاور. المحور الأول كان النظريات المتعلقة بالفكر الجزائي وهي النظريات السائدة. تحدثنا عن 5 نظريات: النظرية الإسلامية، النظرية التقليدية، النظرية الوضعية، النظرية الاجتماعية، ونظرية الدفاع الاجتماعي. نبدأ اليوم بتناول موضوع جديد أو محور جديد من محاور مقررنا، وهو المبادئ المتعلقة بالقانون الجزائي. طبعا القانون الجزائي يتضمن قسمين: قسم موضوعي وقسم إجرائي. القسم الموضوعي الأساس فيه هو قانون العقوبات، وقانون العقوبات يتضمن الجريمة والجزاء. طبعا نحن سنتناول أولا الأحكام الأساسية للقانون الجزائي، ومن ثم أحكام الجريمة. محاضرة اليوم ستتناول تعريف القانون الجزائي. إذا سنعرف القانون الجزائي ونتحدث عن المقصود به في تعريفه، ومما يتكون، وما هي مصادره في سوريا، وما هي علاقته بفروع القانون الأخرى، وما هي علاقته بالعلوم الجزائية الأخرى أيضا. إذا اليوم محاضرتنا بشكل أساسي ستتناول تعريف القانون الجزائي. طبعا لو وجهت السؤال لكم، هل لديكم تعريف بالقانون الجزائي؟ لو شخص سألكم ما هو القانون الجزائي، ماذا تجيبون؟ لو وجه إليكم سؤال ما المقصود بالقانون الجزائي، هل تعرفون الجواب؟ أكيد ما دام قانون ففي قواعد قانونية، تمام. هو مجموعة من القواعد القانونية والأحكام، هذا جزء من التعريف. كل قانون يتضمن قواعد قانونية، ولكن القانون الجزائي ما يميزه بأنه مجموعة قواعد قانونية يضعها المشرع أو تضعها الدولة لبيان الجرائم والجزاءات المفروضة عليها، وأيضا لبيان الإجراءات المناسبة لملاحقة المجرمين ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء والتدبير فيه. إذا لاحظوا، القانون الجزائي يحتمل مقصود بهذا الشكل. القواعد القانونية العامة تحدد التدبير والجزاء، التدبير والجزاء والتدبير. فكل قاعدة قانونية تتضمن جريمة والجزاء بعيد. القانون الجزائي يتضمن أولا قواعد قانونية تحدد الجرائم والعقوبات. هذه القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات ببساطة هي قواعد موضوعية. ويتضمن أيضا القانون الجزائي إلى جانب القواعد الموضوعية قواعد شكلية أو إجرائية. القواعد الشكلية تتضمن الإجراءات المحددة ومحاكمتها، الجزاء والتدبير. قواعد الموضوعية مثلا بتقول انه من يرتكب جرم السرقة عقوبته كذا، فاذا وقع الجريمة وقع
تمام؟ والإجراءات أمام هذه المحكمة لكي يصدر الحكم على مرتكب الجريمة. راح الصدى هلا، راح الصدى صفيح الميكروفونات من عندي، راح الصدى عند الطلاب اللي صاير عندهم صدى واضطراب بالصوت. طيب ممتاز، اذا نرجع نعيد. مثل ما قلنا القانون الجزائي فيه نوعين من القواعد، قاعدة موضوعية تحدد الجريمة والعقوبة، وقاعدة إجرائية أو شكلية تحدد الإجراءات الملائمة لكشف الجريمة ومحاكمة المجرمين وتنفيذ العقوبة بحقهم. إذا أنا عندي نادي كشف المشرع يحدد الجرائم، بيقوم جرائم قتل وسرقة واحتيال وتزوير وغش وما إلى ذلك، ولو حددها أن يبقى عندي الجانب الشكلي أو الإجرائي الذي يحدد الإجراءات المتبعة لكشف الجرائم ولتحريك الدعوة وتحديد أجهزة العدالة الجزائية التي ستقوم بالإجراءات من أجل محاكمة المجرمين وتنفيذ العقوبة بحقهم. طبعا اللي بيهمنا نحن في مقررنا قانون العقوبات العام هي القواعد الموضوعية، القواعد الشكلية أنتم إن شاء الله بالسنة الرابعة فيما بعد رح تدرسوها ضمن ما يسمى بقانون اصول المحاكمات الجزائيه. هلا حاليا انت بالسنه الاولى رح تدرسوا القواعد الموضوعيه الوارده في قانون العقوبات العام سواء فيما يتعلق بالجريمه و الجزاء. والقواعد الموضوعيه موضوع دراستنا تتالف من شقين، شق التكليف وشق الجزاء. طبعا المثال يوضح لنا ما المقصود بهذا الامر. عندنا في قانون العقوبات السوري الماده 533 تقول: من قتل انسان قصدا عوقب بالاشغال الشاقه 20 سنه. اذا بعيد، هذه الماده هي قاعده قانونيه، قاعده قانونيه فيها شقين، الشق الاول تكليف والشق الثاني جزاء. من قتل إنسان قصدا هذا هو التكليف، التكليف معناه فعل أو أمر من المشرع يجب الامتناع عن القيام به أو واجب قانوني يجب القيام به تحت طائلة العقاب. إذا من قتل إنسان قصدا هو حسب المشرع ارتكب جريمة القتل القصد، وهذا سلوك جرمي، هذه جريمة، ما هو الرد عليها؟ ما هي عقوبتها؟ العقوبة تدخل ضمن الجزاء تكون أشغال شاقة 20 سنة. إذا المادة 533 هي قاعدة موضوعية فيها التجريم وفيها العقاب. التجريم أنت لا يجوز لك أن ترهق روح إنسان حي عن علم وإرادة قصدا، فإذا فعلت ذلك تكون عقوبتك هي الأشغال الشاقة 20 سنة. طبعا القواعد الموضوعيه اللي هي بتهمنا بدراستنا ترد عاده ضمن ما يسمى بقانون العقوبات. عندنا بسوريا اسمه قانون العقوبات، في دول اخرى يسمى بالقانون الجنائي. لكن قانون العقوبات هي التسميه الاعم لهذا الامر. فقانون العقوبات وهو اساس القانون الجزائي الموضوعي، يعني الذي يتضمن الجرائم والعقوبات، يقسم الى قسمين. القسم الاول يسمى بالقسم العام او الاحكام العامه او المبادئ العامه. ليش يا ترى هو اسمه القسم العام؟ هو سمي بالقسم العام لان فيه مبادئ عامه تتعلق بالجريمه والمجرم والجزاء. يعني المشرع بيقول الجريمه هي كل سلوك ورد في القانون او نص عليه القانون
ولها ركنان، ركن مادي وركن معنوي. المجرم له عدة أنواع، ممكن يكون فاعل أصلي في الجريمة، قد يكون شريك أو محرض أو متدخل مثلا. ومسؤوليته الجزائية عن الجريمة لها عدة أحكام. هذا بشكل عام، يعني يطبق على أي جريمة وعلى أي مجرم، لذلك هي مبادئ عامة ترد ضمن القسم العام. يقول أيضا الجزاء نوعين، عقوبة وتبديل، يحدد العقوبات. فبيقول المشرع العقوبات هي جنايات ودون عقوبات. الجنايات تشمل العادية، تشمل إعدام، أشغال شاقة مؤبدة، مؤقتة، اعتقال مؤبد، اعتقال مؤقت، تجريد مدني، وهكذا. يعني بشكل عام، تمام؟ الطلاب اللي عم يدخلوا يجيبوا على المحاضرة يا ريت يسكروا المايكروفون حتى يكون واضح عند زملائهم. ماشي. إذا فهمنا المقصود بالقسم العام، القسم العام فيه أحكام ومبادئ عامة تطبق على أي جريمة وأي مجرم وأي عقوبة. أما القسم الخاص ففيه المشرع يحدد الجرائم بحد ذاتها. فبيقول الجرائم قتل مثلا، والقتل مثل ما شفنا هلأ في المادة 533، قتل إنسان قصدا عقوبته كذا. حدد لي جريمة معينة وحدد عقوبتها بالذات، غير الأحكام العامة. الأحكام العامة ينص على المبادئ ترد على كل الجرائم وعلى كل المجرمين وعلى كل العقوبات. فإذا قانون العقوبات هو القانون الأساسي، أو البعض يسميه الدستور الجزائي. أيضا تشريعات جزائية أخرى تحدد جرائم وعقوبات. هلا نحن رح نشوف بعد شوي، عندنا بسوريا القانون العقوبات صدر في عام 1949، ويفترض أنه نص على معظم الجرائم والعقوبات. لكن بعد صدور هذا القانون الحياة تتطور، طبعا الحياة في تطور دائم. لذلك المشرع يصدر قوانين تتضمن جرائم محددة، أو ينص على جرائم معينة في قوانين خاصة، قوانين جزائية خاصة. على سبيل المثال مثلا، في عندنا شيء اسمه قانون العقوبات العسكري. قانون العقوبات العسكري هو قانون يتضمن الجرائم العسكرية التي تتعلق بالحياة العسكرية. فالمشرع ارتأى أن ينص على هذه الجرائم في قانون العقوبات العسكري، لم ينص عليها في قانون العقوبات العام. عندنا على سبيل المثال قانون مكافحة المخدرات. قانون مكافحة المخدرات هو قانون شامل لجميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ويتضمن هذه الجرائم والعقوبات المفروضة عليها. فإذا أنا عندي بالإضافة لقانون العقوبات هناك قوانين جزائية خاصة تتضمن جرائم وعقوبات أيضا. المشرع ينظرها على مدى الزمن وحسب تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. أحيانا أنا ممكن أشوف نص يتضمن جريمة وعقوبة، نص قانوني يتضمن جريمة أو عقوبة ورد ضمن قانون ليس هو قانون جزائي بالأصل. ويعني أشهر مثال على هذا الكلام قانون السير. قانون السير ماذا ينظم هذا القانون، أو بماذا يتعلق قانون السير؟ سمعت السؤال؟ قانون السير لماذا وضع هذا القانون؟ لتنظيم السير. ممتاز، لتنظيم أمور السير. فإذا هو أصلا ما له علاقة بالامور، لتنظيم الحركه المروريه، كل ما يتعلق بالسير على الطرقات وتنظيم امور المركبات والحصول على رخص القياده وانواع رخص القياده. هذا
يعني لهذه الامور جميعا اللي ذكرتوها ولغيرها وضع قانون السير. اذا القانون السير انا ما بدي اقول عنه قانون جزائي، هو ليس قانون جزائي بالاساس، هو قانون يتعلق بمساله تنظيم السير على الطرقات وكيفيه منح رخص القياده. لكن ضمن قانون السير وهو قانون ليس جزائيا، هناك فصل خاص يتعلق بالجرائم والعقوبات. يعني سائقو المركبات ومالكو المركبة إذا وقعت حوادث أو مخالفات مرورية أو مخالفات لقانون السير، هذه المخالفات نص عليها هذا القانون وجعلها جرائم ونص على العقوبات المفروضة عليها. فإذا أنا لما بدي أدور على الجرائم، أولا سأجد الجرائم والعقوبات في قانون العقوبات، سأجدها في القوانين الجزائية الخاصة، سأجدها أيضا في بعض القوانين الأخرى غير الجزائية ولكن التي تتضمن نصوصا جائية فيها عقاب. تمام؟ فمجمل هذه القوانين تشكل القانون الجزائي الموضوعي، وأنا ليش سميته موضوعي؟ لأنه يتضمن والجزاء يحدد الجريمة ويحدد العقوبة المفروضة عليها. بينما الجانب الثاني من القانون الجزائي وهو الجانب الإجرائي أو الشكلي، فيرد عددا من ما يسمى قانون أصول جزائية. قانون أصول المحاكمات الجزائية يحدد أجهزة العدالة الجزائية التي مهمتها كشف الجرائم وجمع أدلتها والملاحقة والتحقيق والمحاكمة العقاب والتدبير. طيب هلأ لو أنت صارت معك جريمة، تعرض بيتك للسرقة، ماذا تفعل؟ إلى من تلجأ؟ واضح أن البيت تعرض إلى حالة سرقة مثلا، إلى من تلجأ في هذه الحالة؟ أو ما هو الإجراء الذي تتخذه؟ كيف تتصرف تجاه جرم السرقة؟ ممتاز. أول إجراء نحن بنخبر الشرطة، ممكن نخبر الأمن الجنائي الجنائي، ممكن نخبر النيابة العامة. ممتاز. وهون نكون بدينا بأول الطريق في الإجراءات الهادفة لكشف غموض الجريمة ومعرفة السارق ومحاكمته وفرض العقوبة بحقه. هلأ الشرطة بتجي أو الأمن الجنائي بيجي بيتخذ إجراءاته لمعاينة مكان السرقة، رفع البصمات إذا استلزم الأمر، إجراء الخبرة، سماع أقوال الحاضرين، سماع أقوال الشهود، إذا في شخص مشتبه به يمكن إلقاء القبض عليه. بعد ذلك تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوة إذا احتاج الأمر إلى تحقيق الجريمة غامضة والجرم مانو مشهود مانو واضح، فأنا ممكن أحرك الدعوة أمام قاضي التحقيق. قاضي التحقيق يقوم بالتحقيقات لمعرفة من الجاني وكشف غموض الجريمة وجمع الأدلة بصورة أكبر، يقرر بعد ذلك إحالة محكمة أيضا تنظر هذه الدعوة أو في هذه القضية، وبعد ذلك تصدر. وإذا صدر الحكم في غير مصلحة صاحب العلاقة أو في غير مصلحة الخصم يستطيع أن يطعن به، وفي النهاية بعد اللجوء إلى طرق الطعن عندما يصبح الحكم مجرما فهذا معناه أنه واجب التنفيذ ويجب أن ينفذ. فكل هذه الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة إلى لحظة انبرام الحكم وبعد ذلك تنفيذ العقوبة الواردة بالحكم، كل هذه الأمور تسمى بالقانون الجزائي الشكلي أو الإجرائي، وينص عليها عادة ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية. لذلك مصادر القانون الجزائي في سوريا سواء الموضوعي أو الشكلي تشمل بصورة أساسية قانون العقوبات، مثل ما قلنا نحن في سوريا قانون العقوبات صدر بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1949، وهو بالأساس مستمد من قانون العقوبات اللبناني، وقانون العقوبات اللبناني بدوره مأخوذ عن قانون العقوبات الفرنسي. طيب يا ترى أنا لو سألتكم قبل قانون العقوبات الصادر عام 1949 أي قانون كان مطبق في سوريا؟ عندكم فكرة؟ يعني أي قانون فيما يخص الجرائم والعقوبات كان مطبقا في سوريا؟ لا
ما كان القانون الفرنسي، كان ما يسمى بقانون الجزاء العثماني من أيام العثمانيين، يعني بقي قانون الجزاء العثماني مطبقا حتى عام 1949. طيب قانون العقوبات مثل ما حكينا عنه قبل شوي يتضمن قسمين، قسم عام وقسم خاص. القسم العام مثل ما قلنا يتضمن الجرائم والعقوبات بصورة مفصلة، والقسم الخاص يتضمن أبواب وفصول تتعلق بالجرائم. فبنلاقي مثلا فصل متعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، وهكذا تقسيمات ضمن القسم الخاص لأنواع كل الجرائم التي يعاقب عليها المشرع. طيب نحن عم نقول هذا القانون صدر في عام 1949، يعني حوالي 72 سنة. برأيكم هذا القانون منذ 72 سنة هل خضع للتغيير والتعديل أم أنه على حاله؟ هل تعرض للتعديل أم أنه كما صدر منذ عام 1949؟ إذا القانون نفسه بقي على حاله ولكن مواده تغيرت. أكيد حصل تغير بتغير الحياة في المجتمع. وعلى سبيل الحديث عن التغييرات، في عام 1949 كان التعامل النقدي بالقروش والليرات. لذلك كانت الغرامات عندما صدر هذا القانون، الغرامة هي عقوبة، كانت الغرامة بالقروش، 10 قروش، 50 قروش وما إلى ذلك. في السبعينيات طبعا اختلفت قيمة العملة، فالمشرع ألغى القروش، بقى في غرامة بالقروش، والطعام عنا بالليرات، غرامة من 10 ليرات إلى 50 ليرة مثلا. ماشي. في عام 2011 بعد مضي فترة زمنية طويلة ولم يعد يعني هذه الغرامات، يعني 10 ليرات أو 25 ليرة، يعني لم تعد لها أي قيمة في التضخم وفي التعامل النقدي، المشرع عدل الغرامات وعدل مبالغ الغرامات، فأصبحت أقل غرامة هي 500 ليرة في قانون العقوبات. فإذا هذا مثال على التعديل والتطور الذي طرأ على قانون العقوبات، على التطور البلاد. طبعا نحن في عنا في القوانين الجزائية الخاصة، الشرائط الجزائية الخاصة، غرامات مبالغها تكون أكبر بالملايين، لكن في قانون العقوبات حاليا الغرامة تتراوح يعني كحد أدنى من 500 ليرة إلى 100 ألف ليرة. إذا هي بالنسبة المصدر الأول للقانون الجزائي في سوريا، وهو قانون العقوبات الصادر عام 1949. ماشي، ما في مشكلة، بحب يطلع يطلع، ما في مشكلة. أما المصدر الثاني فهو قانون أصول المحاكمات الجزائية. قانون أصول المحاكمات الجزائية صدر بعد قانون العقوبات في عام 1950، ومثل ما حكينا قبل شوي قانون أصول المحاكمات الجزائية يتضمن القواعد الشكلية والإجرائية التي تحدد القضاء الجزائي، وكيف تحرك الدعوى أمامه، والأجهزة المختصة في كل ما يتعلق بأمور الدعوى أمام القضاء الجزائي من ضابط عدلي ونيابي وقضاة تحقيق ومحاكم، والإجراءات المتبعة أمام هذه الجهات لحين صدور المقرر. المصدر الثالث للقانون الجزائي في سوريا التشريعات الجزائية الخاصة، مثل ما حكينا عنها قبل شوي. هلا أنا عندي مشرع في قانون العقوبات وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء بالقواعد العامة، لكن مثل ما قلنا قبل شوي المجتمع في حالة تغير دائم، والتطورات المعاصرة أدت إلى إفراز أشكال جديدة من الجرائم، أدت إلى ضرورة التعامل مع أنواع معينة من المجرمين بقواعد خاصة. لذلك لا يمكن للمشرع سلفا أن يحدد جميع الأفعال المجرمة أو يحدد جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الدول، ومن بينها قوانين جزائية خاصة
لكي يواجه أنواع التي لم ينص عليها في قانون العقوبات، ويحدد إجراءات معينة كجرائم لم ينص عليها في القانون الجزائية. يمكن حكينا سابقا إحنا في قانون العقوبات لم توجد جرائم تتعلق بالاتجار، يعني ظاهرة الاتجار بالأشخاص يعني تجريمها كان لم يكن متبين في عام 1960. صدر تشريع جزائي نص على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. كمان الجرائم الحديثة والمعاصرة، جرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، غسيل الأموال وأيضا نوع من الجرائم لم يكن معروف سابقا. الحياة المعاصرة وتطور حتى الإجرام الدولي أدى إلى إظهار ظهور هذا النوع من الجرائم. كذلك الأمثلة كثيرة جدا على القوانين الجزائية الخاصة، حكينا قبل شوي على قانون العقوبات العسكري، أيضا هناك قانون أحداث الجارحين، قانون مكافحة المخدرات، قانون العقوبات الاقتصادي. سابقا كان في عندنا في سوريا شيء اسمه قانون التموين والتسعير وقانون مكافحة الغش والتدليس، هلا هاي كلها طبعا يعني ألغيت وصار ضمن قانون حماية المستهلك. فهذه التشريعات الجزائية الخاصة تتضمن عادة جرائم وعقوبات محددة، وتتضمن أحيانا إجراءات خاصة لملاحقة المجرمين. في أي سؤال؟ في أي سؤال لحد الآن؟ هلا بعتقد انه انتوا درستوا القانون العام وهيك والقانون الخاص، صح؟ ورد عندكم هالمصطلحين. القانون بشكل عام يقسم الى قسمين رئيسيين، عام وخاص. طيب ما هو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ حدا بيعرف؟ القانون الخاص هو القانون الذي يتضمن علاقات الأفراد فيما بينهم وتنظيم هذه العلاقات، علاقات تتضمن الحقوق الخاصة. يعني القانون الخاص يتضمن القانون المدني، قانون الأحوال الشخصية، هذه كلها علاقات خاصة بين الأفراد. أما القانون العام فيتضمن جميع القوانين التي تكون فيها الدولة صاحبة السيادة والسلطان تجاه الآخرين. فالقانون العام يتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري اللذين تكون فيهما الدولة هي صاحبة السيادة والسلطان تجاه الأفراد، ويتعامل معهم كفرد عادي. إذا هذا هو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص. هلا أثير التساؤل، يا ترى القانون الجزائي هل هو فرع من فروع القانون العام أم فرع من فروع القانون الخاص؟ بعض الفقهاء قالوا أنه فرع من فروع القانون الخاص لأنه يحمي الحقوق الخاصة للأفراد، هو يحمي حياتهم في جرائم القتل والإيذاء، يحمي أموالهم وملكيتهم في جرائم السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان والاحتيال، يحمي الأعراض أيضا وهكذا. فارتأى بعض الفقهاء بأن القانون الجزائي هو أحد فروع القانون الخاص لأنه يحمي الحياة الخاصة ويتعلق
بحقوق الأفراد. رأي آخر من الفقهاء، وهذا الرأي هو الرأي الراجح والرأي الأغلب، يقول بأنه القانون الجزائي هو فرع من فروع القانون العام، لأن الدولة هي الطرف الأساسي في القانون الجزائي، لأن الدولة هي التي تحمي الأفراد والمجتمع بشكل بآن واحد. وعندما ترتكب جريمة، الدولة هي التي تباشر الإجراءات بحق المجرم، وهي التي تحرك الدعوة بحقه أمام القضاء، وتشرف على تنفيذ العقوبة المفروضة عليه. ونحن في دراساتنا الأكاديمية نصنف عادة القانون الجزائي ضمن فروع القانون العام، لأن القانون الجزائي يعبر عن سيادة وسلطان الدولة تجاه مرتكبي الجرائم وحقها في معاقبتهم. مؤلف الكتاب الدكتور عبود السراج برأيه أن القانون الجزائي له خصوصية، يعني لا يدرجه لوحده في القانون الخاص ولا في القانون العام، بل هو له طبيعة مستقلة يأخذ من كلا الطرفين، فهو من جهة يحمي الأفراد ويضمن حقوقهم وحرياتهم، وفي الوقت نفسه أيضا يحمي الدولة ومؤسساتها، وفي كلا نوعي الحماية، حماية الأفراد والدولة، ويحقق مصالح المجتمع وأهدافه. لكن حسب نحن دراستنا وتصنيف القوانين في سوريا، القانون الجزائي هو فرع من القانون العام. طبعا القانون الجزائي ولو كان هو فرع من القانون العام، إلا أنه يؤمن الحماية القوية لبقية فروع القانون أو بقية القوانين. فمثلا القانون الإداري يتعلق بصورة أساسية بالوظيفة العامة أو بالجهات العامة، فأحيانا قد تحصل اعتداءات على هذه الوظيفة تشكل جرائم، فيتدخل القانون الجزائي ليعاقب مرتكبي هذه الجرائم. يعني الموظف أو العامل في الدولة لا يجوز أن يرتكب جرم الرشوة أو جرم الاختلاس، فإذا وقعت منه هذه الجرائم يتدخل القانون الجزائي ليفرض عليه العقوبة المناسبة. أيضا القانون الجزائي يؤمن الحماية للملكية ولحقوق الأفراد، وبالتالي هو يؤمن الحماية للقانون المدني. القانون المدني بصورة أساسية يتعلق بملكيات الأفراد في الدولة، عمليات البيع والشراء والرهن والإيجار وما إلى ذلك، كل علاقات تدخل ضمن القانون المدني، فتتعلق بصورة أساسية بالملكية، بحق الفرد في ملكيته وحماية هذه الملكية. فالقانون الجزائي يحمي الملكية من السرقة والاحتيال والتبديل والحريق وما إلى ذلك. أيضا مشاريع في القانون الجزائي يحمي القانون الاقتصادي، يحمي السياسة الاقتصادية في الدولة خلال المعاقبة على والمعاقبة والمخالفات الجنوبية إلى ما هنالك. فإذا هناك علاقة دائمة بين القانون الجزائي، بحيث أنه عندما تحدث اعتداءات على فروع القانون الأخرى، سواء اعتداء على القانون الدستوري أو الإداري أو القانون المدني أو القانون الاقتصادي، كلها هنا يتدخل فيها القانون الجزائي ليعاقب مرتكبي هذه الاعتداءات. في أي سؤال؟ إذا نحن في محاضرتنا اليوم باعتبار نتناول تعريف القانون الجزائي، وضحنا تعريفه وأقسامه ومصادره في سوريا. لابد أن نحدد العلاقة ما بين القانون الجزائي والعلوم الجزائية. هناك علوم جزائية تساعد القانون الجزائي بصورة كبيرة، وبينها وبينه علاقة وثيقة. ومن هذه العلوم السياسة الجنائية، وعلم الإجرام والعقاب، وعلم التحقيق الجنائي والطب الشرعي. سنتناول كل علم من هذه العلوم على حدة، ونرى ما هي صلتها بالقانون الجزائي. أولا بالنسبة للسياسة الجنائية، السياسة الجنائية باختصار هي الخطة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة تاريخية معينة لمكافحة الجريمة. كل دولة من الدول تضع مجموعة من القواعد والمبادئ،
هذه القواعد هدفها المقاومة للجريمة ومكافحتها. تسمى هذه القواعد بالسياسة الجنائية. فالسياسة الجنائية تحدد صور الجرائم وتبين الرد المناسب من المجتمع على هذه الجرائم، سواء بعقوبات أو تدابير، وتحدد إجراءات ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم. لذلك السياسة الجنائية يجب أن تتعرف على أسباب الظاهرة الإجرامية أولاً، وأن تدرس القانون الجزائي دراسة نقدية لتعرف هل هو يستطيع أن يحقق الحماية والوقاية من الجريمة وأن يكافحها ويردعها أم لا. لذلك المشرع عندما يضع السياسة الجنائية سينظر إلى القانون الجزائي الموجود، سواء قانون العقوبات أو أصول المحاكمات أو التشريعات الجزائية الخاصة. هل يا ترى حققت الهدف منها؟ هل معدلات الجريمة أصبحت أقل؟ هل العقوبات الواردة رادعة فعلا؟ أم أن الأمر يحتاج إلى تعديل؟ وفي ضوء هذه الأمور هنا تبرز العلاقة ما بين السياسة الجنائية وما بين القانون الجزائي. يعني القانون الجزائي يجب أن يلبي ويحقق أهداف السياسة الجنائية، والسياسة الجنائية يجب دائما أن تتابع القانون الجزائي لترى إن كان يحقق تلك الأهداف في الوقاية من الجريمة ومكافحتها. أما بالنسبة للعلاقة ما بين القانون الجزائي وعلم الإجرام، علم الإجرام هو من العلوم الحديثة ظهر في الغرب، في الدول الغربية، وهو علم دراسة ظاهرة الجريمة للبحث عن أسبابها وتحديد طرق علاجها. علم الإجرام، طبعا علماء الإجرام يحددون ما هي أسباب الجريمة. هل الأشخاص عندما يرتكبون الجرائم يرتكبونها لأسباب ذاتية داخلية أم خارجية؟ هل يا ترى هذا الشخص الذي ارتكب جريمة ما، هل ارتكبها لأنه مصاب بمرض عقلي أو نفسي أو مصاب بضعف جسدي ما، أم لأنه صغير السن، أم لأن بيئته الاقتصادية والتعليمية والدينية والثقافية والاجتماعية هي التي كانت سبب في ارتكاب الجرائم؟ إذا علماء الإجرام يقسمون أسباب الإجرام إلى قسمين: ذاتي، داخلي وخارجي. وبعد أن يحددوا طبعا سبب الإجرام، يقومون بعلاج هذا السلوك الإجرامي من خلال وضع تدابير وقائية قبل الجريمة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وعلاجية لإصلاح المجرم بعد أن تقع الجريمة. وطبعا علم الإجرام يصل لهذا الهدف لابد من أن يتعامل مع كثير من العلوم الأخرى كعلم الطب والاجتماع والسياسة والقانون. لذلك يقسم علم الإجرام إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول هو علم الأنثروبولوجيا الجنائية. علم الأنثروبولوجيا الجنائية معناه علم شخصية المجرم، يتعلق بشخصية المجرم أو التكوين الجسدي للمجرم. وعلم الاجتماع الجنائي وهو يتعلق بالجريمة كظاهرة اجتماعية تقع في المجتمع. وأخيرا علم النفس الجنائي يعني التكوين النفسي أو الخلل النفسي الذي قد يؤدي إلى ارتكاب الجرائم. علم آخر أيضا مرتبط بالقانون الجزائي وهو علم العقاب. وعادة علم الإجرام والعقاب هما علمان يعني متكاملان يأتيان مع بعضهما. علم العقاب هو علم دراسة العقوبة والتدابير التي تنفذ للمجرمين. لذلك الصلة وثيقة بينه وبين علم الإجرام، لأنه إحنا قلنا علم دراسة الجريمة لتحديد طرق علاجها، وعلم العقاب هو عسر للمجرم، فبالتالي علم العقاب مصدر التسليم هو يحدد طرق علاج الجريمة. من العلوم الجزائية المرتبطة أيضا بالقانون الجزائي
طيب هلا رجع الصوت، رجع الصوت، هلا رجع الصوت، رجع الصوت، هلا عم تسمعه؟ طيب هلا رجع الصوت، صار افضل. طيب اذا علم التحقيق الجنائي هو علم دراسة الوسائل العلمية وتطبيقها في الكشف عن الجريمة والمجرمين، وفيه فرعان: علم تحقيق جنائي علمي وتحقيق جنائي عملي. التحقيق الجنائي العلمي واضح من اسمه، يستعين بالعلوم الحديثة للكشف عن الجريمة والمجرمين. يعني لو نحن في مكان معين اكتشفنا وجود بودرة بيضاء، نريد أن نعرف هل هذه البودرة البيضاء مادة مخدرة وبالتالي نحن أمام جريمة من جرائم المخدرات، أم أنها مثلا سكر مطحون أو طحين؟ بمن سنستعين لنعرف هذا الأمر؟ طبعا سنستعين بالخبراء المختصين لتحليل هذه المادة الكيماوية ومعرفة إن كانت مادة مخدرة أم لا. إذا عثر على مبلغ من المال وهناك شك في أن هذا المال مدور مثلا، ليست الأوراق النقدية صحيحة، فنحتاج إلى خبرة خبراء التزوير لكشف إن كان هذا المال مزورا أم لا، وهكذا. فإذا التحقيق العلمي يعتمد على العلوم المتنوعة لكشف غموض الجريمة، سواء علم الكيمياء أو الأسلحة أو خبراء التزوير وما إلى ذلك. أما التحقيق الجنائي العملي فهو يتعلق بالوسائل العملية التي يستخدمها المحقق للكشف عن الجريمة، كاستجواب المتهم وسماع الشهود وتفتيش مكان الجريمة وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وما إلى ذلك. من العلوم الجزائية أيضا المهم من القانون الجزائي هو الطب الشرعي. وأنا لو وجهت السؤال لكم هلأ حاليا، متى نحتاج إلى الطبيب الشرعي؟ متى نحتاج إلى الطبيب الشرعي؟ ممتاز. إذا مثل ما قلت نحتاج إلى الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة في جرائم القتل عند وفاة شخص، لمعرفة سبب الموت. تمام؟ هذا الكلام اللي أنتم ذكرتوه هو جزء بسيط من عمل الطبيب الشرعي. نحن نحتاج إلى الطبيب الشرعي للتعامل مع الجثث، وأيضا نحتاج له للتعامل مع الأشخاص الأحياء. عمل الطبيب الشرعي ليس فقط في جرائم القتل، وليس فقط من أجل معرفة أسباب الوفاة، هذا جزء من عمله، ولكن للطبيب الشرعي أيضا مهام أخرى، أغلب هذه المهام تكون من خلال تعامله مع أشخاص على قيد الحياة. لو فرضنا شخص تعرض لحادث سير وتضرر جسديا، كسرت قدمه، كسرت ساقه، بهالحالة هو يجب أن يفحص من قبل الطبيب لمعرفة مقدار التعطيل عن العمل ومقدار الضرر الذي أصابه. ولو أصيب مثلا بعاهة دائمة، الطبيب يحدد لنا نسبة هذه العاهة. تمام؟ أيضا قد يدعي المتهم أنه مصاب بالجنون. طيب في هذه الحالة هل يستطيع القاضي أن يحدد إذا كان المتهم فعلا مجنون أم لا؟ بمن سيستعين ليعرف إذا كان المتهم مصاب بمرض عقلي أم لا؟ لمين نحتاج؟ الطبيب الشرعي. طيب إذا تعرضت امرأة لجرم إجهاض أو اغتصاب مثلا، بهالحالة بمن يجب أن نستعين؟
إذا بتلاحظوا نحن نحتاج إلى الطبيب الشرعي ليس فقط في جرائم القتل والوفاة الغامضة والوفاة مجهولة الأسباب، بل نحتاج إليه أيضا للتعامل مع حالات يكون فيها الأشخاص على قيد الحياة، سواء في جرائم الإيذاء أو الإجهاض أو الاعتداء على العرض، في الحوادث المرورية، لتحديد الحالة العقلية للشخص سواء كان هو ده الشخص متهم أو مجني عليه، ونحتاج أيضا للطبيب الشرعي في بعض الحالات من أجل تحديد العمر. أحيانا تحديد العمر يحتاج إلى الطبيب الشرعي. طيب أنا هلأ لو سألتكم، إذا أنا بدي أعرف عمر أي شخص منكم، كيف بقدر أعرف عمره؟ الطريقة الطبيعية والمعروفة لتحديد العمر ما هي؟ لا 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 لا، شغلي أبسط من الدي ان ايه، شغلي أبسط بكثير. طيب انا هلا اذا بدي اعرف عمرك يا مرام، كيف بدي اعرف عمرك؟ ممتاز، من مواليد، مواليد يعني كيف بدي اعرف المواليد؟ كيف بقدر اعرف مواليد الشخص؟ ممتاز، بالهوية، قيد الأحوال المدنية، كل شخص فينا مسجل هويته، بتحدد لنا مواليده، بتحدد لنا عمره، وهالهوية طبعا طالعة من الأحوال المدنية، إذا ما معه هوية ممكن يشوف قيده المدني ومعرف عمره. لكن أحيانا في بعض الأشخاص ما بيكونوا مسجلين، ما لهم قيد نفوس، ما لهم سجل في الأحوال المدنية، وهؤلاء الأشخاص قد يعني يمثلون أمام القضاء الجزائي كجاني أو مجني عليه، فنحتاج إلى تحديد عمرهم، لأن تحديد العمر ممكن يؤثر في الدعوة، لأنه راح تشوفوا إن شاء الله إنه أحيانا ارتكاب الجرائم بحق أشخاص بعمر معين العقوبة فيها تختلف، أو إذا كان المجرم بعمر معين عقوبته أيضا تختلف. لذلك إذا هذول الأشخاص مجهولين ليس لهم قيد في الأحوال المدنية، لا مسجلين على الإطلاق أو تسجيلهم كان مخالف، فأنا كيف بدي أحدد عمرهم؟ إذا عن طريق الاستعانة بالطب الشرعي، الطب الشرعي يستطيع أن يحدد العمر التقريبي للشخص وبصورة أساسية من خلال صور أشعة للهيكل العظمي للشخص. الهيكل العظمي يعني ينمو ويأخذ شكل حسب المراحل العمرية، فممكن خلال صورة أشعة الهيكل العظمي نقدر نحدد عمر هذا الشخص. تمام؟ فإذا أنا الطبيب الشرعي بالنتيجة هذا كله ليش عم نحكي؟ لحتى نعرف أننا نلجأ إلى الطبيب الشرعي لأمور كثيرة جدا، من بينها جرائم القتل والوفاة الغامضة أو مجهولة الأسباب، وأيضا جرائم الإيذاء بأنواعها المختلفة، جرائم الإجهاض، الاعتداء على العرض، تحديد الحالة العقلية، تحديد العمر لبعض الأشخاص. فبالتالي هنا الطب الشرعي يقدم خدماته ومعارفه للقضاء الجزائي من أجل كشف غموض الجريمة. فإذا القانون الجزائي يحتاج إلى مجموعة من العلوم الجزائية يتعامل معها، والعلاقة فيما بينها علاقة قوية، وهذه العلوم تشمل السياسة الجنائية، علم الإجرام وعلم العقاب، التحقيق الجنائي، والطب الشرعي. في سؤال؟
واضح؟ آخر يعني ما يتعلق بتعريف القانون الجزائي، علينا أن نعرف الصلة بين القانون الجزائي والأخلاق والدين. هل يا ترى القانون الجزائي يجرم كل الأفعال التي تستهجنها الأخلاق والأديان أم لا؟ طب بالنسبة للأخلاق، القانون يتفق كثيرا مع القواعد الأخلاقية، ولكن في بعض الأحيان هو يستقل عنها. فأولا الجرائم الكبرى، سواء السرقة والقتل والاحتيال والتزوير، هذه جرائم يعني يعاقب عليها القانون، وأخلاقيا ودينيا مستهجنة. طبعا سبب التجريم والاستهجان الأخلاق يعني تجرمها لأنها يعني تتنافى معها، أما المشرع فيجرمها لأنها تضر بمصلحة المجتمع أو تضر بالنظام والأمان في المجتمع. ولكن هناك اختلاف في المقابل، صحيح أنهم متفقين في بعض الجرائم، ولكن هناك في اختلاف أيضا في بعض النواحي. فأولا القانون لا يعاقب على كثير من الأفعال التي تتنافى مع الأخلاق. فمثلا القانون لا يعاقب على شرب الخمر، مجرد شرب الخمر، بينما أخلاقيا في المجتمعات الشرقية أو المجتمعات المحافظة شرب الخمر بحد ذاته أمر غير مقبول. المشرع عندنا إذا الشخص شرب الخمر ما بيعتبر فعله جريمة وما بيعاقبوا عليه، لكن ما يعاقب عليه حالة السكر العلني، يعني وجوده في حالة سكر علنا يسيء إلى النظام العام ويسيء إلى الطمأنينة العامة. يعني شخص ماشي بالشارع قدام الناس في حالة سكر، عم بيتطوح يمين وشمال، هذا ما يعاقب عليه المشرع. أما شرب الخمر بحد ذاته فلا يعاقب عليه. طيب إذا أولا القانون لا يعاقب على كثير من الأفعال التي تتنافى مع الأخلاق. ثانيا يعاقب القانون على أفعال لا تتعلق بالأخلاق أبدا ولا تمت لها بصلة، وهو يعاقب عليها من أجل حماية المصلحة الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة لمخالفات البناء. بيجوز يعني أخلاقيا لدى بعض المجتمعات، ربما مجتمعنا من ضمنها، الشخص اللي بيعمر غرفة، مثلا بيعمر غرفة على سقوف بيته بشكل مخالف، أو يعني بخالف مواصفات البناء، بجوز من الناحية الأخلاقية هذا فعله غير مستهجن، إنه هو ما عمل شغل غلط، ولكن القانون يعاقب على مثل هذه الأمور. أيضا من نقاط الاختلاف ما بين القانون الجزائي والأخلاق، لأنه الأخلاق ليست ثابتة ومستقرة دائما، يعني تتبدل من مجتمع إلى آخر، بينما القواعد القانونية يجب أن تتمتع بنوع من الثبات والاستقرار. يعني ربما خاصة في مجتمعنا اليوم اللي تعرض لتغيرات كبيرة جدا، بعض التصرفات ربما كانت قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة، هلأ الصوت واضح مسموع؟ الصوت مسموع هلأ؟ طيب إذا ربما قبل 20 سنة بعض التصرفات يعني أخلاقيا كانت مقبولة أو كانت غير مقبولة، لكن اليوم أصبح ما في أي مشكلة. لكن القاعدة القانونية أن تكون متمتعة بالثبات والاستقرار، لذلك هذا اختلاف بين الأخلاق والقانون. أخيرا نطاق الأخلاق أوسع بكثير من القانون، لأن الأخلاق تحاسب على أمور مجردة، أمور معنوية تتعلق بالنوايا، غير القانون. القانون يعاقب على أمور مادية محسوسة، يعني أخلاقيا الغيبة والنميمة والكذب المجرد، يعني هاي أمور مرفوضة أخلاقيا، لكن القانون لا يعاقب عليها. القانون يعاقب على أفعال مادية ظاهرة تسبب ضررا واضطرابا في المجتمع. إذا وإن كانت هناك كثير من الجرائم
الصوت عندك رايح بعيد، زملائك عم يسمعوا الصوت. وهيك الصوت واضح عند الطلاب، وهي انت عم تسمعوني بقية. طيب ممتاز. فاذا المشكلة عند زميلكم فقط، ماشي. اذا لحتى نلخص العلاقة بين القانون الجزائي والاخلاق، كثير من الجرائم متفق على تجريمها اخلاقيا وقانونيا، لكن بالمقابل هناك افعال مستهجنة في القانون ومجرمة في القانون وليست مستهجنة أخلاقيا، والعكس بالعكس. أنت بالنسبة لعلاقة القانون الجزائي والدين، الدين هو من أقدم مصادر القانون الجزائي، فكانت الأديان هي التي تحدد الجرائم والعقوبات، وكان رجال الدين في عصور سابقة هم الذين يحاكمون المتهمين، ولا سيما هذا الكلام طبعا في أوروبا وخاصة في العصور الوسطى، يعني كانت الكنيسة هي التي تتولى محاكمة مرتكبي الجرائم وفرض العقوبات بحقهم، وكان رجال الدين المسيحي هم الذين يتولون هذا. طبعا في الغرب انفصل الدين عن الدولة، فبدأت التشريعات هناك تضع قواعد قانونية وضعية من وضع نشر الأديان، لكن القواعد الجرائم الكبرى، الجرائم اتفق عليها سواء في الدين أو في القانون، بقيت نفسها. يعني الأديان كلها متفقة على تحريم القتل والسرقة والاحتيال والإجهاض، أما والقوانين كذلك الأمر. لكن أحيانا هناك جزء من الجرائم لا يتفق فيها القانون مع الأديان، فمثلا مثل ما قلنا قبل شوي إنه بالنسبة لشرب الخمر، بالنسبة ل العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة غير متزوجين وبرضائهما وكانا عازبين، فهذه الأمور دينيا لا تجوز، ولكن القوانين لا تجرمها. وبالنهاية طبعا القانون الجزائي الوضعي، وإن كان وضع المشرعين، يحمي الأديان بصورة عامة ويضمن حرية ممارسة عقائدها وطقوسها. فقانون العقوبات السوري يعاقب على تحقير الشعائر الدينية وعلى التشويش أثناء قيام أتباع ديانة معينة بالطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية. يعني إذا كانت هناك صلاة تؤدى في كنيسة أو في مسجد أو في حسينية، وحصل من بعض الأشخاص تشويش عليها أو ضوضاء أو مقاطعة، فهذا الأمر معاقب عليه وشكل جريمة. يعني المشرع في القانون الجزائي يحمي حرية الأديان ويحمي ممارسة الشعائر الدينية. كذلك من قبيل احترام المشرع الوضعي للأديان أن المشرع السوري في قانون العقوبات منع تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الجمعة والأحد أو في الأعياد الدينية. أنتم إن شاء الله راح تدرسوا في قانون العقوبات العام 2 في الجزاء، راح تدرسوا عقوبة الإعدام وكيفية تنفيذها. المشرع قال إنه لا يجوز أن تنفذ عقوبة الإعدام في يوم جمعة أو في يوم أحد، احتراما للمشاعر الدينية في هذين اليومين، ولا في يوم عطلة دينية. إذا صحيح إنه القانون الجزائي لم يعد مصدرا للدين، ولكن هو يتفق مع الدين في تجريم كثير من الأفعال والمعاقبة عليها، وهو أيضا يضمن أو احترام الأديان وممارسة طقوسها وشعائرها واحترام أبنيتها وعدم الاعتداء عليها أو تشويهها أو تدنيسها. وبهيك نكون انتهينا من دراسة تعريف القانون الجزائي. بينا تعريفه، هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال المستوجبة التجريم والجزاءات التي يرد على مرتكبيها، وأيضا الإجراءات الملائمة لملاحقة ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ الجزاء بحقهم. بينا أيضا على مصادر القانون الجزائي في سوريا، وعلاقة القانون الجزائي بفروع القانون الأخرى وبعض العلوم الجزائية،
وبين له هل هو من القانون الخاص أو العام. وأخيرا تحدثنا عن علاقة القانون والدين. في أي سؤال عن محاضرة اليوم؟ بهذا الشكل طبعا محاضرتنا انتهت. يعطيكم العافية. الوظيفة اللي عم بيسأل بالوظيفة إن شاء الله رح تكون 20 شهر، رح تنزل الوظيفة على نظام LMS، تمام؟ بتنزلوها من نظام LMS 20 الشهر، وإن شاء الله نحن بالمحاضرة اللي رح تكون بعد 20 الشهر كل طالب لوحده، كل طالب بيشتغل وظيفته لوحده عبارة عن حلقة بحث. حلقة بحث كل طالب بيشتغل لوحده بشكل منفرد وبيحط اسمه على الوظيفة. نحن إن شاء الله لما رح تنزل الوظيفة في بداية المحاضرة اللي بعد تحديد الوظيفة رح نحكي عنها بصورة مفصلة. تمام، العفو، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية جميعا، شكرا لحضوركم. بأمان الله.